الكبيرة، السادة ممثلي الأبناك والمؤسسات المالية، الشباب والمقاول وحامل المشاريع، السيدات والسادة ممثلي الصحافة والإعلام، السيدات والسادة ممثلي جمعية المجتمع المدني، أيها الحضور الكريم، بداية يسعدني أن أرحب بكم وأن أتقدم إليكم بجزيل الشكر على تلبيتكم الدعوة للمشاركة في جلسة العمل المؤسساتية هذه، والتي ستنعقد في إطار فعاليات المنتدى الجهوي للدمج الاقتصادي للشباب وريادة الأعمال بمراكش، والمنظم من طرف ولاية جهة مراكش أسفي، وذلك بموازاة مع احتضان مدينة مراكش للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسنة 2023. إن كلمتي هاتف ستكون جد مقتضبة، ولكن بالخصوص موجهة خصيصا لشباب الجهة، شباب جهة مراكش أسفي، لأعبر لهم عن التزامنا الدائم اتجاههم وأننا في خدمتهم، وسنعمل جاهدين على مواكبتهم وخلق الفرص لهم من أجل تمكينهم من الاندماج الاقتصادي وإلهامهم وتحفيزهم على الابتكار والإبداع ليكونوا فاعلين نشيطين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجهتهم. وقد استهدفنا فكرة تنظيم هذا المنتدى وعلى غرار باقي الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالشباب من الرؤية المتمصرة والاستشرافية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي تضع الشباب وتنمية الرأسمال البشري والعناية بالأجيال الصاعدة في صلب اهتمامات جلالته. وستكون فعاليات هذا المنتدى فرصة لشباب الجهة للتعرف على تجارب ناجحة لشباب آخرين انطلقوا من فكرة مشروع واستطاعوا خلق مقاولات ومشاريع ناجحة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وشركائها.